بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر. هذا مركب. ها حرف يدل على التنبيه، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة للمكان القريب، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أو تقول هذا اسم إشارة مبتدأ. مركب خبر المبتدأ مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هات الشوكة. هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الشوكة مفعول به منصوب، وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا طبق. هذا اسم إشارة مبتدأ، طبق خبر مرفوع. أين قلمي؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا. قلم مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامات رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. التقدير أعني تقدير الإضافة. قلم لي. سليم يضحك وأخوه يبكي. سليم مبتدأ، يضحك فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. الواو حرف عطف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. أخو مبتدأ مرفوع، وعلامات رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. التقدير أخ له. يبكي فعل مضارع خبر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة المقدرة على الياء. منع من ظهورها الثقل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. هات الطبق. هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الطبق مفعول به. أسكت يا أخي. أسكت فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يا حرف نداء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. أخي منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير يا أخ لي. لما تضحك يا فريد. اللام حرف جر مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب. ما اسم استفهام مبني على السكون المقدر على الألف المحذوفة، وهو اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل تضحك. تضحك فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يا حرف نداء فريد منادى مبني على الضم، لأنه علم في محل النصب مفعول به لفعل النداء المحذوف. والتقدير أنادي أو أدعو. لما تبكي يا سعيد. ليه حرف جر ما اسم استفهام مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل تبكي. تبكي فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يا حرف نداء سعيد منادى. سليم يركب الحصان. سليم مبتدأ يركب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. أو تقول يركب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. الحصان مفعول به بالفعل يركب. لما فتحت الشباك. لي حرف جر مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب. ما اسم استفهام مبني على السكون المقدر على الألف المحذوفة، وهو اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل فتحته. فتحت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الشباك مفعول به منصوب،
من هو في الجنينة من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب في حرف جد يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب الجنينة اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع قمت فقرأت درسي قمت فعل ماض والتاء ضمير متصل فاعل ف حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب قرأت فعل ماض والتاء ضمير متصل فاعل والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها درسي مفعول به منصوب وعلامات نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقدير درسا لي لما يضحك هذا الولد لي حرف جر ما اسم استفهام مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يضحك يضحك فعل مضارع هذا فاعل بالفعل يضحك وهو منعوت الولد نعت لهذا مرفوعا لأنه يتبع المنعوت في إعرابه قم فاقرأ الدرس قم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت الفاء حرف عطف اقرأ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها الدرس مفعول به قام التلميذ فقرأ كتابه قام فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره التلميذ فاعل الفاء حرف عطف قرأ فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو كتاب مفعول به بالفعل قرأ وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه لما تسكت لما جار ومجرور متعلق بالفعل تسكت تسكت فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت اقرأ يا سليم اقرأ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت يا حرف ندى سليم منادى أين الملح أين اسم استفهام خبر مقدم الملح مبتدا مؤخر شربت فنجانا شايا شربت فعل ماض والتاء ضمير متصل فاعل فنجانا مفعول به بالفعل شربت شايا تمييز منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره اشرب هذا الشاي اشرب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت هذا مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو منعوت الشاي نعت لهذا لما خرجت من الفصل لما جار ومجرور متعلق بالفعل خرجت خرجت فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل من حرف جد مبني على السكون لا محل له من الإعراب وقد حرك بالفتح منعا من التقاء الساكنين الفصل اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل خرجتا أين كرتي يا أمي؟ هنا تحت السرير يا ولدي أين اسم استفهام خبر مقدم كرتي؟ مبتدا مؤخر وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه يا حرف نداء أمي منادى وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقدير أما لي هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان وهو متعلق بخبر محذوف تحت ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف السرير مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف يا حرف نداء ولد منادى وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وتقدير الجملة أين كرتي يا أمي كرتك كائن هنا تحت السرير يا ولدي أين الطباشير فوق مكتب المعلم أين اسم استفهام خبر مقدم الطباشير مبتدا مؤخر فوق ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف مكتب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف مكتب مضاف المعلم مضاف إليه التقدير أين الطباشير الطباشير
كائن فوق مكتب المعلم. ركبت حماري فذهبت إلى أخي. ركبت فعل ماض والتاء فاعل. حماري مفعول به منصوب وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الفاء حرف عطف. ذهبت فعل ماض والتاء ضمير متصل فاعل. إلى حرف جر يدل على انتهاء الغاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أخي اسم مجرور وهو مضاف والجار والمجرور متعلق بالفعل ذهبته وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. محمد يأكل الطعام بالملعقة. محمد مبتدا يأكل فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا. الطعام مفعول به منصوب بحرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الملعقة اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يأكل والله أعلم بالصواب.